رمزي رمزي تعمل ايه يا ابني؟ أدولة بقول لك أدولة، لو سمحت يعني امضي لي على الورقة دي. دي استقالتك؟ موافق طبعا. لا يا دولة، دي طلب زيادة 5 جنيه في المرتب، بس امضيها لي بسرعة بسرعة. دي انت اتقلت عليا انا وامضيها لي بسرعة بسرعة. انت عايز زيادة ليه؟ ما انت واكل شارب نايم هنا وببلاش، يعني عايز زيادة تعمل بيها ايه؟ وافطرة وخلاص؟ ايه دولة؟ علشان انت مش عارف تقدر مواهب يا دولة. مواهبك في ايه؟ انا معرفش ليك اي مواهب خالص غير مواهبك في النوم مثلا، بتنام ما شاء الله براحتك، مواهبك في الاكل بتضرب زي ما انت عايز. ليك مواهب تانية ولا ايه؟ ايوه دولة، انت نسيت اهم موهبة عندي دولة. انت بس لو تسيبني يا دولة ادير انا بقى البازار ده، هو بقى بطريقتي. بطريقتي انت تعمل لي فيها حسن شحاتة؟ طريقتي 424. لا يا دولة، انا الطريقة دي يعني يا عم جربتها قبل كده وما نفعتش، لانك ما بتحاولش انك تشجعني ان اطلع الجواه دول. ايه اللي جواك يا عم الحصالة؟ جواك يا انت استهبل يا انت، انا عارفك وحافظك يا. لا يا دولة، بص انت بنبرتك دي يعني عم خايف ان احزمك. تهزمني ولا ده؟ انت ما تعرفش الفرق بين ورق الباردي وورق البفرة. لا يا دولة انا عارف طبعا عارف، ده انا سايب بصمة في كل المكان. بصمة؟ بصمة يا ابو بصمة؟ بصمة ايه؟ بصمتك انك بتسيب لي شويه سندوتشات الفول والبقايه بتاعتها في الادراج وفي كل حته، هي دي البصمه؟ ولا الفران اللي عماله بترمح جوه في المخزن، هي دي بصمتك يا ده؟ ايه ده دولة؟ الفران اللي جوه دي يعني يا عم، ده انا باكلها كل يوم، ده انا بحسبك بتربيهم. بربيهم ليه؟ فاتح جمعيه الرفق بالفران؟ ده انت عامل لي مصيبه في كل حته، بصمه في كل حته، حتى الحمام معلق لي يافطه ممنوع الاقتراب والتصوير. الناس هتصور ايه ولا تقترب؟ بس 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 انا حتى الفران دي عايز اشوف لها حل، اجيب لها مصايد، اعمل لها سم، مش هعتمد. اوعى 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 من خلقتي، انا هخش المخزن واشوف. انا اوعى دولة. طب حاسب يا عم بقى، الخشب اللي قدامك دي انا ساند بيها الرق. دولة انا فين؟ 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 عادل ملك يا حبيبي. انتوا مين؟ مين؟ يا حبيبي انت مش عارفنا؟ انا مش عارف حد. انتوا مين؟ انا فين؟ انا مش فاكر حاجة. دكتور لو سمحت طمنا من فضلك. واضح ان المريض فقد الذاكرة. فقد الذاكرة؟ طب طمنا دكتور، يعني هو هيشوف تاني؟ رمزي اطلع برا بغبائك برا. طب والعمل يا دكتور؟ ايه الطبيعي في الحالات اللي زي دي؟ بنحاول نفكره كان عايش ازاي من غير ما نضغط عليه. مين اكتر واحد كان المريض بيتعامل معاه؟ كان بيتعامل معانا كلنا. او نو نو، هو كان بيتعامل مع رمزي اكتر واحد. استاذ رمزي. استاذ استاذ رمزي، حاول تتعامل معاه زي ما كنت بتتعامل معاه قبل ما يفقد الذاكره، وحاول توريه كان عايش ازاي. بس ولا يكون عندك فكر خالص، انا هوريه. ويكون في علمك يا زي ما فهمتك قبل كده، انا ليا 90% 90% من البازار ده كله. ها بس انا سايبك براحتك علشان صورتك قدام اللي في البيت عندك. وعلى فكره كمان الشقه اللي انت قاعد فيها دي انا ليا فيها نصها على فكره. وحضرتك يعني سايب الشقه وجاي قاعد هنا في البازار؟ يعني واضح ان حضرتك يعني كريم. يا انت اسمك ايه؟ اسمه رمزي. رمزي؟ والله يعني كتر خيرك يا رمزي. ايه ده ايه ده، انت هتعمل فيها فقد الذاكره وكده؟ اسمي استاذ رمزي. استاذ ما تنساش نفسك يا استاذ رمزي. حضرتك مدرس يعني استاذ ولا اكيد مدرس تاريخ ما دام حضرتك فاتح بازار يعني؟ بص اثر في الكلام اثر. ادخل ادخل يلا، غور من وشي، هات لي كوبايه ميه يلا. كوبايه ميه حضرتك؟ رجليك بتوجعك يعني؟ عايزنا اجيب لك انا؟ حاضر اجيب لك ميه. حاضر بسرعه. يا سلام بينها لعبت معاك كده يا ابو الرماميز. يا دي عادي بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ايوه استاذ رمزي. الا ايوه ايوه، ساعه بتجيب كوبايه ميه؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، حسك عينك بعد كده اهو. الاستاذ رمزي يبعتك في حته تتلكع عليا. ها يا غبي يا غبي غبي، ده باين عليا كنت مرمطون في البازار يعني. يلا يلا ادخل بقى امسح البلاط دون علشان تلحق تغسل لي الشروات بتاعتي قبل ما تروح. حاضر حاضر يا استاذ رمزي. حاضر حاضر. خد 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 خد. ايه ده وانا لسه كملت كلامي؟ حضرتك اكمل كلامك ايه؟ لسه كملت. هتمشي كده اهو وحاضر وماشي. حاضر اعمل ايه انا؟ المفروض اعمل ايه يعني حضرتك؟ اسمع اسمع الكلام وانت خالص. حاضر حاضر
وهسمع كلامه انا خالص. حاضر حاضر. يكون في معلوماتك يا عادل. ها انا سايبك بس كده هون عشان انت ابن عمي، محسوب ابن عمي، مش عارف اعمل ايه. انت عارف انت لو حد تاني ده انا كنت افتريت عليه. ده انا مفتري على فكره. ايوه لا حضرتك يعني ما شاء الله، لا حنين والله يعني يا استاذ رمزي، يعني ربنا يخليك لينا يا استاذ رمزي حضرتك يعني. وياما ياما حاولت اطردك بس امك بقى تقعد تتوسط لك وبقول ماشي عشان انت ابن عم. والله يعني حضرتك واضح ان انت عامل حساب لصله القرابه وللعيش والملح يعني. اه ويكون في علمك بقى يا عادل انت من هنا ورايح شهر شهر بحاله مش هتشوف غيره العيش والملح. حضرتك قاعد اكل عيش وملح يعني. انا اسمع ان فيه فول وساعات بيبقى فيه طعميه باين وبيقولوا فيه بتنجان مخلل يظهر ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتقعد تفكر وتقول يمكن هو العيش والملح وبس. عادل عادل فاكر المكان ده يا حبيبي؟ يعني صراحه مش فاكر، بس هو انا كنت بشتغل ايه في المكان ده يعني؟ كنت انا اللي بمسح البلاط ولا ايه؟ بلاط ايه يا بيبي؟ انت كنت مره مديني ميعاد هنا وانا جيت قعدت استنيتك، وانا قاعده بستناك في ثلاثه عكسون قمت انت جيت وشفتهم وخدتك الشجاعه ورحت شتمهم. الله ده انا كنت جامد قوي بقى وانا مش واخد بالي. جدا جدا يا حبيبي، بس عايزه اقول لك للاسف الشديد راحوا معلقينك في المروحه. الله ده ما كنتش جامد بقى ولا حاجه. جدا يا حبيبي. عادل ثانيه واحده. ها مكان حلو يعني صراحه. هي دي الحالة اللي أنا قلتلكوا عليها، أرجوكوا لازم نساعده عشان نرجع له الذاكرة، أرجوكوا ما تنسوش. ها اتفقنا؟ كله تمام يا مدام. عادل يا حبيبي بيبي، فاكر لما كنت بتغير عليا؟ أنا غير عليكي؟ ليه؟ مناسبة إيه يعني؟ غير إيه يعني؟ مثلا حد كان بيزغزغني ولا؟ صحيح يا جدعان سير الحي لا حضراتكوا تعرفوني؟ عادل دول التلاتة اللي عكسوني فاكر؟ اللي علقوني في المروحه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين والله يا كباتن. تشربوا ايه؟ يا متر يا متر شوف الكباتن يشرب. لا متر ايه، انتوا عايزين 3 متر على الاقل. يا 3 متر يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا جميل. صباح النور، اهلا وسهلا، منورين يا كباتن والله. انت يا فندي احنا بنعكس مراتك. تعكس مراتي؟ هي فين دي؟ انا ما اعرفهاش. فين مراتي؟ طب دي دي نسيت تاني يا بابا. دي امي اللي هي مرات حضرتك اللي اسمها رانيا. اه يعني مراتي هي مامتك واسمها يعني احنا قرايب. دي دي استنى ما تقوليش، دي امي اختي. لا حماتي. لا يا بابا دي انا بنت حضرتك ياسمين. نسيت تاني. معلش انا اصلي بصيت كده هو شويه ورجعت تاني فنسيت، فانا معلش انا اسف انا اسف. مش مشكله مش مشكله. بس دي امك اللي هي يعني ايه تيتا انعام. انعام امي. ودي حماتك اللي هي مجيده. حماتي مجيده. تمام تمام. ودي دي بابا فاكر القطر ده؟ ايه ايه القطر ده؟ يعني القطر ده ليه علاقه باللي حصل لي؟ يعني هل القطر ده لما خبطني انا فقدت الذاكره ولا ايه؟ لا يا بابا ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مره واحده بس في السنه، بيتعمل 5 مرات. لا ما انا ساعتها بقى كان عندي 5 سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي 5 سنين. طب وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من 5 سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده محافظه عليه شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني يا بابا. حرام عليك بقى لي ساعتين بفكر فيك. ساعتين؟ دي يا نهار ابيض ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي بس ساعات بيقعد يشخط فيا. الاستاذ رمزي ايه غلط ان اقول له الاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه؟ رمزي بيه. يا دي عادي. ايوه رمزي بيه عادي. خد بسرعه يا غبي. ايوه فاهم. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا؟ ما تخافش يا ابني احنا ولاد عم وانا هضربك يعني. بتفكرك بايه؟ حضرتك بتفكرني انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30؟ لا بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده؟
انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجر امشي وهات لي علبة الكشري وانت راجع يلا. اجيب لك حضرتك علبة كشري يا حضرتك؟ انت لسه ضارب اتنين مهلبية، هو انت بتحلل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك انا هكتب، يعني انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس، بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك انت تعدى على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني، معلش، هو ايه الطلب؟ وانت كل شويه هقعد معلش معلش هقعد افكرك. حضرتك معلش انا هكتب اهو، هكتب انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب 10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده. انا اسف يعني، هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني، ولا انت مثلا بتعمل ايه، ولا انت شريك في القهوه؟ انت هتفكر هتفكر، انت مالك انت مالك، انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي. يلا يلا نجرب، وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدي على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي. جرايتلين؟ اه جرايتلين، ايوه اكتبها صح جرايتلين. وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء. حضرتك يعني انت كنت الفترة اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي؟ يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه؟ لا يا لا فهم يا لا، يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد، فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتأهل واتجوز سناء. يلا اتجوز سناء؟ والله يعني وانا في ديك الساعة عم حضرتك تتجوز خالتي يعني. يا ابني افهم ضحكتني يا دي عادل والله. افهم يا ابني، اختك اختك، وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره. طب حضرتك انا اسف بس حضرتك تبقى جحا ولا طوره؟ انت هتغلط؟ انا الطور. طب فاكر يا عادل يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه؟ استنى بس هقول لك انا بس ايه، انت كنت بتلعب في الشارع كده هو. ها يا عادل ها يا عادل، ها افتكرت يا حبيبي؟ لا ما افتكرتش. طب انا بقى هفكرك. افتكرت يا حبيبي؟ لا انا يا عادل بقى اللي هفكرك، لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض. فاكر واحنا صغيرين؟ ها افتكرت؟ لا مش فاكر، بس واضح ان انت شريره قوي يعني. طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر. بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا. ها افتكرت؟ ايه ده، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص. هابيك شيشيك دبا كش ملك 10 37. الله الله الله، قلبتولي البازار قهوه، قلبتولي البازار قهوه. يا رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي يعني. انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي. تتسلى ايه يعني دلوقتي؟ افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ سياح؟ هتبوظ لي شكله قدام السياح. بس معلش مش قدام صحابي، انا مشيهم وانا مشيهم حضرتك وهتصرف. حاضر ماشي يلا بسرعه، مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها، كل حاجه. حاضر حاضر هلم الدوم انا وهظبط كل يا حاجه. يا غبي يا غبي. حاضر حاضر معلش. يلا يلا اتكلوا على الله، ده مكان اكل عيش، ازاي تيجوا تقعدوا في مكان اكل عيش؟ هنكمل بعدين اول ما يمشي. ها يلا كشم له. ها نفض له نفض. حاضر حاضر هنفض له هنفض له. حاضر انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل؟ حضرتك اه صحيح، ايه اللي هيحصل؟ وانا بسالك يا غبي. حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني. خلاص هعديها لك يا عم المره دي. قول لي بقى الشغل عامل ايه في غياب الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده؟ حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني، ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده. ايه ده ما غلطتش ليه؟ ما غلطتش ليه؟ ماشي. وايه دي؟ ايه فرده الشبشب؟ هتطلع على المكتب فرده الشبشب؟ حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار، حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش، فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرده الشبشب دي رهن على ما تجيب بقيه الفلوس. فرده واحده يخرب بيتك، فرده واحده يا
ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل. انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل، وكنا نعرف نبيع الشبشب كله. شبشب كله. خلاص حضرتك، المره الجايه هاخد منها الفرده الثانيه. حاضر 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 حاضر. ماشي، وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني، ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب. لا حضرتك بلاش الكرباج، والنبي بلاش الكرباج. هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب. حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسوع جامد. بلاش الكرباج حضرتك. هات الكرباج. اخر مره لك. اخر مره، وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين. طب استنى استنى، افرض انت بقى ايه؟ قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين. عيب كده عيب كده تضحكي على بابي. هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش، يعني في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رامي؟ ايه يا رامي؟ مش تسيبي عادي يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ يا بنتي في انت جاي تعلميني الادب في بيتي ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك يا سنحات. طب تقصدي يا رانيا؟ ما اقصد كيس يعني. بحسب انت انتي دوشت اب. مش معقول اصواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام. ايه ده، هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ على فكره بقى يا جماعه، ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده. معقوله؟ اوعي تمثلي اكتر من كده احسن، افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر. ده اللي حصل له في حياته، القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي في بيته. أيوة. ايه ده، في زحمه؟ في زحمه؟ بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه، هاتوا اشرج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله. بقول لكم ايه بقى، انتوا يا عريرين انتوا، لو في شويه دمار في العروقات بتاعتكم انتوا تغوروا من البيضه دلوقتي حالا. جرايه يا وليا انت. انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي، النهار ليه حاجات، استنوا لبكره الصبح. بقول لك ايه، ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا، واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي. ايه بتقولي ايه انت يا حشره يا سرسره؟ بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره؟ انت بيتك ايه ده؟ بيتي انا. عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين، انتوا المسالات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب يا اماغ. اماغ يا بتاع الجماه انت، اما تعرفي تتكلمي الاول اللي بتكلمي. انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشاعر اصفر انت. بس بس هش. انت بتقولي ايه؟ انت شايفه مامي بعطاره ولا ايه؟ يا شاطر انت يا حشره، بتمدي ايدك عليا. فين التمثال بتاع القط الاسود؟ تمثال ايه بس يا عادل؟ اطلع. ايه ده ايه ده، احنا انا فين؟ انت في بيتك يا حبيبي. اللي جابني بيتي، وبعدين الدنيا كانت نهار، احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي؟ الحمد لله احمدك يا رب. انت فاكر يا عادل؟ وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. وانا كنت مسافر. هو في ايه؟ الحمد لله. ايه يا ياسمين؟ يعني انا كده ضاع مني المصروف. مصروف ايه يا سناء؟ انت ايه اللي مرمطك في الارض كده؟ ايه يا جماعه انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نطوا عليكم الحراميه. ذكر رمزي. رمزي رمزي كده اهو انحف. وحمد لله على السلامه. حمد لله انت خلاص خدت عليا يا عادل. انا اسف يا رموزه بيه، يعني انا تحت امرك. اهلا وسهلا. انت بص غلطاتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل، في حاجه؟ مفيش اي حاجه، انا بسال بس بطمن يعني. ايوه اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجه ولا حاجه؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله، وقعت قلبي وقعت. انا بحسب بس انا ملاحظ يعني شويه تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه يا دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا مفيش حاجه ملاحظه ولا حاجه، اللي حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص،
ادخل بقى خش شوف شغلك كده واقلع الهدوم بتاعت اللي انا مديهالك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي عشان تاخد هدومك المعفنه عشان في زباين جاي اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا. الورقه دي كنت عايز بس استفسر على شويه حاجات فيها. يعني بتقول اوامر الاستاذ رمزي وان حضرتك ليك 90% وليك نص الشقه. دول حبيبي ابن عمي حبيبي افتكرت دول. الف حمد لله على السلامه. يا سلام. انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دول ما تشوفنيش تاني؟ ليه؟ انت ناوي تعم امي؟ لا ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دول انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا هتشتغل عيان. لا. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولة؟ انا مين يا دولة؟ استاذ مسافر جهزت لي التأشيرة بتاعت السفر للحج ان شاء الله. عيب عليك، ده انا اسمي مسافر مش جاي من فراغ. انا اللي مسافر نص مصر. ياه الف مبروك يا دولة. على كده بقى حضرتك اللي سفرت عصام الحضري؟ عندك شيكابالا. ايه ده انت عندك شيكابالا؟ لا انت مش قلت اتعالجت؟ يا عم شيكابالا ده لعيب كوره انا اللي مصفره. طب بلاش. عارف احمد حسام اللي بيلعب في توتنهام؟ الواد نيدو. اللي هو خلى توتنهام يعني بودره ولا ايه؟ مش عارف بودره ايه. ده لعيب كوره كبير قوي. انت ما بتشوفوش افلام؟ لا احنا عارفين يا دول. انت يا عم فرحتك بالحج يا عم مخلياك طايش من السعاده. كمل يا استاذ مسافر. والله العظيم انا قلبي ارتاح لك. شوف بقى وسيبك من كل لعيبه الكوره والفنانين اللي احنا قلنا اساميهم دول. اهم واحد انا سفرته منعم. منعم رئيس الوزراء؟ هو في رئيس وزراء جه اسمه منعم؟ مش انت بتقول سفرته يا عم؟ يا عم منعم اخو مراتي. اخو مراتك؟ اخو مرات. ما عارف ده بقى. انت لو ما كنت سفرته كانت مراتك هي اللي سفرتك يا معلم. بقول لك يا استاذ مسافر ما تشوف لي بقى عقد اعتراف في اي دوله كده. عقد اعتراف يا ابني؟ مش لازم تسافر له، انا ممكن اعمله لك في اي اسم هنا. بقول لحضرتك ايه؟ تعرف الواد ده؟ انا رمزي استاذ مسافر ابن عم دولة حبيبي. بس هو قريبي من بعيد يعني ابن عم بس يعني. احسن. طيب استاذنك بقى في الفلوس. الفلوس؟ يا والله يعني مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك ليا في موضوع الحج ده. دي بتبقى حاجه كده يعني لربنا، وان شاء الله احنا نتمنى لحضرتك حج مبرور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا دوله. الله يغالي في شكله بشوش. يلا خدت بالك؟ ايوه يا دوله والله ده علشان بس نيتك يا دوله. الحمد لله. الا قول لي يا دوله ان شاء الله يعني انت ناوي تحج في انهي بلد؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. فزروا فزروا بقى انا جايب ايه؟ انا هقول جبت لي القطر اللعبه بتاعي. لا يا حبيبتي حوادث القطورات اليومين دول كتيره جدا، ممكن القطر اللعبه ده يخبط في الانتريه يبوظ لنا البيت كله. ربنا يخليك يا قلبي يا حياتي. الله يخليك على الفرفان بتاع زهره الخشخاش اللي طول عمري بحلم بيه. لا زهره خشخاش ايه يا حبيبتي؟ يا رانيا زهره الخشخاش دي ممنوعه قانونا، وبعدين ده البرفان اللي بيحطوه نساء المخدرات في كولومبيا، فطبعا مش معقول اجيب لك يعني خشخاش. يا عم عادل ما تخلص في ليلتك دي. ايه الجو الممل بتاع الفوازير ده؟ انا بقول احذره فزره. انت مالك؟ انت مالك؟ انت اساسا انت واثقه تماما ان انا مش هجيب لك حاجه يا سناء؟ يبقى ما تجمعش في الكلام، ما تجمعش تقول حذروا فزروا. خلاص حذروا فزروا كلكم يا جماعه ما عدا سناء. يبقى اكيد جبت لي سيدي. هي دي لسه لسه شويه. ثانك يو يا ادل بيبي 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 ثانك يو. انت جبت لي المكياج بتاعي انا عارفه. مكياج؟ متهيألي يا حماتي المكياج ده عكس اللي انا جايبه بالظبط. استغفر الله العظيم. انا عرفت انت جبت تاشيره الحج. يا سلام عليك يا ماما، دايما عجناني وخبزاني. برافو عليك يا ماما. طبعا ابن بطني. ربنا يخليك لي يا عادل، الف شكر. العفو يا ماما. ربنا يخليك لي يا حبيبي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا ماما. والله العظيم ما انا عارفه اشكرك ازاي. انا معديها من الصبح يعني تشكريني على ايه يعني؟ العفو يا ماما. لا شكر على واجب. اطلع بيها بقى. هي ايه دي؟ تأشيرة الحج اللي انت جايبها لي. يا حبيبي يا رب يا رب يغفر ذنوباتك كلها. يا رب يا رب يغفر ذنوباتك كلها. وادعي العادل.
عبالك 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 ولا مليون حاجه. ايه ده انتوا بتباركولي على ايه؟ لا حرام عليكم، يعني انا حتى الواحد يعني بيقدم حاجه لاخرته، مش كفايه ضيعت عليه دنيته كمان ضيع عليه اخرته. ايه هتقول يا بي انت مش فرحانان ولا ايه؟ لا طبعا، لان انا تاشيره الحج دي مش ليها. ايه ايوه تاشيره الحج دي جايبها لنفسي، حرام عليكم، انا ضيعت عمري كله عشانكم، سيبوني بقى اعمل حاجه لاخرتي، مش كفايه ضيعت دنيتي كمان هضيع اخرتي، حرام عليكم. معلش معلش ما تزعليش يا انعام بقى، ما انت وعادل واحد. انا مش زعلانه، انا بس اتعشمت فخرمت وداني. خرمتي ودانك؟ ده انت خرمتي 15 خرم يا ماما من عشمك. تيتا هو بابا مسافر النهارده؟ ايوه يا حبيبتي مسافر النهارده علشان يحج في السعوديه. طب انا عايزه اروح مع بابا. كان اولى خد امه. تروح وترجع لنا بالسلامه يا بيبي. الله يسلمك يا رانيا. بصي يا عادل، انا مش زعلانه عشان مش هحج، لكن بطلب منك طلب عشان تصالحني، هاتلي معاك ميه زمزم. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي، طبعا اجيب لك كل اللي انت عايزاه ان شاء الله يا ماما. امال فين رمزي يا عادل عشان يجيب لك الشنطات تحت؟ رمزي يا ستي بعته يجيب لي اعلام بيضه اللي هعلقها في الميكروباص. اتفضل يا عادل، ادي لسه الطلبات اللي احنا عايزينها، حاجه بسيطه. دي حاجه بسيطه؟ حرام عليك، وانا طالع احج ولا طالع اعمل شوبينج يا اخوانا؟ الطلبات دي عايزه كونتينر لوحده او اجيب طياره شحن بقى لوحدي. افتح الباب. حجتهولي يا حبيبي. ازيك يا سمينه؟ جبت لك الاعلام البيضاء يا معلم. ايه يخرب بيتك ان شاء الله، ايه يالا اللي انت جايبه ده؟ جايب لي اعلام الزمالك يالا. ايه دول ما بيضه بقى هي يا عم، ما تدقش بقى. ما هو خطوط حمراء اهي قدام يد. انا اساسا وانا طالع المطار بعدي جنب الاستاد، عايز الاهلاويه يكرهوني يالا. ليه دول؟ ده انا لفف لك علم من دولت بقى ابيض كبير قوي كده على الميكروباص تحت يا حاج. يعني يوم ما تفكر تعمل لي مشاكل. عادل في ايه؟ ما العالم حلوه يا عادل، ما تمشيها بقى. الله طبعا العالم حلو، ماشي همشيها انه حلو. ماشي خلي بالكم من نفسيكم، ربنا يخليكم ان شاء الله. وانا ربنا ياخدك ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستامر المستنهي في البازار. ايوه جاي. احلى حاجه واحلى طلب رمزي باشا، لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا، مش هنزرع احلى ارباعكوا كتير عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. الحساب اللي عندك. حساب ايه يا بدوي؟ وفي ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني يا بدوي؟ وانت هتنق عليا يا عم؟ وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. لا لا لا، ده انت باين عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. لا ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيره المستديره اللي انا فيها دي؟ ابتدي بدي يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهه عني فين، بس انا كنت هختار على فكره. متشكر قوي يا خواجه. دوله دوله حبيبي دوله، اتفضل يا دوله. الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا حاج. حاج ايه بقى؟ انا ما حجتش، انا اتنصب عليا يا رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب يالا، اداني تذكره مستعمله واداني تاشيره مضروبه. ايه يا دوله، تذكره مستعمله ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دوله من اللي بيلم الاجره. يالا اجره ايه يالا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طياره يالا، طياره. طيب يا دوله، مش الطياره دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دوله، كنت انت بقى تستخبى في الباب الثاني عقبال لما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوق كدهون وتقوم نازل بقى في محطتك. انط من الطياره يالا؟ يالا هي طياره 30 بشرطه يالا، طياره ليها نظام يالا. انما رمزي بعيد عنه، اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده يا دوله؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دوله؟ ما معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دوله، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دوله.
او الاجره كمان ب 40 قرش يعني عادي جدا. بص مش ناقصه غباوتك خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه ان اتنصب عليا، هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دوله، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده هو من الحج يا حج يا حج. يا غبي يا غبي، ما حجتش نصب عليا، وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت وانا كده اهو كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج، وبدعي لهم واخد لست الدعاء قد كده، هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي هنا في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دوله، ده انت في ورطه. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار، بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني ما هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دوله، فكره حلوه قوي، بس ما تنسانيش بقى يا عم بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصليه والسبحه بتاعتي يا حاج. يا لا ما حجتش، يا لا اتنصب عليا، اتنصب عليا يا غبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دوله الكل ظالم بدايه. اه والكل فارش ملايه، انت ايه شمتان فيا ولا ايه يا رمزي؟ لا يا دوله لا والله، ده انا بحبك يا دوله يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك. انت بير حرماني يا ابني. انت سرداب مظلم ملوش نهايه. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه، شتيمه. لا يا دوله، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 لا، انا مش قاصد خالص يعني. سنجاب؟ لا انا اسف، انا اسف يا رمزي يا حيوان يا حبيبي يعني. اه تعدل كده. ايوه حاضر اتعدل، يا جزمه يا جديده بتلمع لميع يعني، يا كلب بوليسي. اه ايوه كده خلاص، انا سامحتك خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سريع، بقول لك ايه، اطلع لها بسرعه بدل ما تيجي نوع المخزن، اطلع بسرعه. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف يا اللي اسمك رمزي. رمزي؟ ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربه، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصه حياتك، انا ما بحبش اجري البازار عشان كده. يلا اجري، هات الدفاتر والايصالات كلها بتاع السنه فاتت عشان اعرف عادل كسب قد ايه والايراد قد ايه. حاضر يا سناء، انا ممكن اروح اسال بس دوله؟ يخرب بيتك، رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟ بقول لك مسافر، مسافر، ايه مش فاهمه؟ مسافر. صح مسافر. صح مسافر بعيد. طياره طياره فوق. اه طياره طياره تحت. هزر هزر وغني بقى. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق، قال لي اجري على البازار وروح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه، وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء، عايزه تسرقيني؟ ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ لا. اه ولا لا؟ لا هو اراضي النهارده، بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي، كندوله شاربهم كده هم ب 45 جنيه كوكتيل، وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رمزي بتسرقني؟ ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء، مع الف سلامه يا نقنق يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف انا اسف يا نقنق. اه بفتكر. انا اسف. بحسب. شربت ب 45 جنيه كوكتيل يا كذاب. اه طب ما انت كمان كذاب. انا كذاب؟ كذبت في ايه يا اخويا؟ ايوه قلت لها انا مكلمك من السعوديه بقى لي 10 دقايق، صح؟ يا غبي يا غبي افهم، انا اساسا كنت متهبب قاعد في المخزن هنا، اكلمها ازاي من السعوديه من 10 دقايق؟ بتضحك عليك يا اهبل. اه صح يا دوله صح. بس تصدق يالا والله فكره، انا ممكن اكلمها فعلا واعمل نفس ان انا في السعوديه عشان اثبت الوضع برضه. 100 100 يا دول. بس انا عايزك بقى تعمل ايه الصوت، يعني كان ايه الحجاج مثلا حوالين الكعبه كده. ما تقلقش يا دول، انا كنت بتفرج عليهم في كل الافلام.
يعني عارف هتعمل ايه؟ عارف ادولك. ماشي ماشي. نحن غرابة عك عك جئنا من البادية. بديتي بديتي يخرب بيتك ايام الكفار يا هبل، ايام الكفار. مش طالب مش طالب الافلام كده دول. بس يا سنجاب. لا يا دولة، لا 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 يا دولة، لا 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 يا سنجاب، لا يا دولة، لا اطلع بره اطلع بره اطلع بره، سيبنا ريح شوية يا سنجاب. لا 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 يلا بره بره. لا سنجاب لا، ماشي ماشي بقى. ها تعال اخوك تعال. ايه ده؟ انت جايب قرايبك هنا ولا ايه؟ لا دول قرايب ايه يا عم، ده خروف. ما انا عارف انه خروف، جايبه هنا تهبب بيه. يا دولة بقى كل سنة وانت طيب، العيد قرب يجي والناس كلها هتذبح في العيد يا دولة بقى. اه وانت شاري ده يعني من فلوسك عشان تضحي بيه؟ لا يا دولة شاري ايه يا دولة، انا معايا فلوس يا عم اشتري يا عم. ده المعلم تيتي هو اللي قال لي خلي الخروف ده وانا عندك في البازار. خد يا حبيبي، وبعدين بعد كده انا هبقى اديك الفروه بتاعته. المعلم تيتي؟ ولا انت بتستهبل يالا؟ جايب لي خروف ان هو يقعد معايا في المخزن وبعدين مع البازار بتاعنا يعني، ولا البازار بتاعك؟ ولا خد الخروف ده واطلع بره يالا. دولا بقول لك شفت زعلته مني اهو، لو الخروف ده مشي انا همشي. يعني ما اقصدش ان هو يمشي يعني، بس يعني معقوله خروف هيبيت معايا هنا يعني يا رمزي ولا ايه يعني؟ ايوه دولا، هي بص مساله بقى دي، المساله دي مساله مبتدا. اه مبتدا صح، انا كده اللي رحت في خبر كان. ماشي ماشي يا رمز. ها نمشي ولا نقعد ولا ايه؟ لا خليه اهو، برضه ارحم منك يقعد معايا هنا في المخزن احسن ما انت تيجي تقعد هنا في المخزن. بس اربطه له والنبي عشان ما يقعدش يتنطط في المخزن طول اليوم. يتنطط براحته. ها جاي لك اهو يا اخوخ. ايه دول يالا اللي انت جايبهم دول تاني؟ يا دولة دول خروف ومعزة، دولة بتوع المعلم تمثال هيتبعهم. والمعلم تمثال بقى وعدك بايه بقى المرة دي؟ هيديك قرونهم؟ لا يا دولة انا القرون دي ما بتستهونيش يعني. اه طبعا انت عندك قرون جاهزة اهي. ها تحب امشي؟ تحب امشي؟ انا بقول يعني على اساس معقولة يبقى الخفة. نو. ايوه بس نو كتير يعني. نو. انت عارف اصلا نو يعني ايه؟ ايوه يعني اياك يالا رمزي اوعى. منك الله يا رمزي على جنينة الحيوانات اللي انت جايبها دي، ناقصي تاني. تعال خش حبيب قلبي حبيبي. يا دولة لعلمك انا مش مستغرب ان انت داخل عليا بحمار بجد يعني، بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس يا رمزي. اؤمر يا دولة. اللي اداك الحمار عشان تشيله عندنا في المخزن وعدك بايه بعد ما يتبعك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباب ليه بيخبط بالطريقه الفظيعه دي؟ اه يا ربي مش معقول، مش وقته ابدا يوم، احنا قاعدين في روقانات والصبح. ده منزل عادل سعيد؟ ايوه. خير خير. في حضره الضابط؟ هو فين؟ في السعوديه بيحج عقبال املتك واملتي. بيحج ازاي؟ اذا كان ما عرفش يطلع من المطار. ايه؟ ازاي ازاي ما عرفش يطلع من المطار وهو مسافر بقاله 10 ايام؟ عادل اتنصب عليه. واحنا قبضنا على المعلم مسافر النصاب. وعموما عادل لازم يجي علشان يستلم الفلوس. حاضر يا حد الظابط، لما عادل يجي ان شاء الله هنبقى نبعتولك. طيب تبعتوه على طول. حاضر يلا بينا. مع السلامه مع السلامه يا رب. يعني عادل ما سافرش؟ هم راح فين؟ راح فين حبيبي ده؟ راح فين؟ ها رمزي حضرت الشنطه؟ اه يا دولة كل حاجه اللي انت طلبتها هنا هون في الشنطه يا دولة. جدع يا جهزت الميكروباص؟ اه يا دولة جاهز. بالنسبة للإعلام عملت فيها إيه؟ جبت لك يا عم إعلام بيضة وحمراء علشان ما نزعلش حد مننا. ماشي أنا هتكل على الله دلوقتي أروح على البيت وبعدين أرجع. حاسبك يا رمزي. أصبر أصبر. ماشي يا دولة هوصلك يعني الميكروباص. بقول لك يا دولة إيه رأيك يعني بدل ما تركب الميكروباص ما تاخد الحمار أحسن تركبه؟ أخد الحمار يا حمار؟ الحمار ده يهبل لو أنا طالع حج بر يا غبي. سامع أنت الصوت ده؟ اه يا دولة دي صوت طيارة. ايوه ما هي دي اللي انا جاي فيها. طب وانت وصلت ولا لسه يا دولة؟ بص ما تبوظليش الحجة. ماشي يا دولة ماشي. الف مبروك يا حاج. ياه بجد مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول لكم ايه. الحمد لله الحمد لله ان ربنا اخيرا كتبها لي الحمد لله. لا وانت ايه؟ تستاهلها. يا سناء الوحيده اللي تمنيت انها تكون موجوده معايا هناك كنت انت يا سناء. اشمعنى؟
ادعي بس يكون ربنا غفر لك. لا ان شاء الله يا ماما، ان شاء الله، يعني باذن الله يكون غفر لي ان شاء الله، الحمد لله. بيبي يعني. بيبي عايزاك تحكي لي عن المواقف كده الروحانيه اللي هي سنسيتيف، اللي هي اللي انت كنت مريت بيها هناك في الايه، في اللحظات الحرجه اللي كنت فيها في الحج. تعرف جسمي اشعر بمجرد ان انا افتكرت، يعني لدرجه ان انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. وانا كمان تجي ساشيري، ده كل الناس اللي بيروحوا في الحتت الروحانيات دي هي لا يمكن يعملوا اي نسيان. اهو نسيت بقى انا وخلاص يا حماتي، يعني هعمل ايه؟ خدي يا ياسمين، ياسمين خدي الهديه الجميله دي اللي جابها لي. ايه ده يا بابا، دي طاقه جده. لا يا حبيبتي دي مش عارف، جبتها بقى وخلاص. خدي يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ميه زمزم اللي انا قلت لك عليها؟ مش عارف. لا اكيد طبعا مش زمزم، دي بتبقى بيضه. الميه التانيه دي مش خدي يا رانيا العبايه اللي انا قلت لك اهي، هجيبها لك اهي. لا لا لا، ايه ده يا عادل؟ عبايه راسي يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي عندي في الشنطه؟ يا جماعه انا اكيد الشنطه بتاعتي اتلخبطت وانا في البازار. ايه؟ وانا في المطار، وانا في المطار اكيد اتلخبطت. يخرب بيتك يا عادل. يا عادل بطل لف ودوران واستعباط، احسن منك وبيفهم اكتر منك وبيتنصب عليه عادي، ليه مكسوف تعترف؟ يبقى اكيد رمزي فتن عليا. البوليس مسك النصاب. البوليس هو اللي فتن عليا. ماشي يا بوليس، ماشي. بص يا جماعة، البوليس هو مدام هو اللي قال، يعني ممكن يكون لقى الفلوس مثلا مع النصاب. أيوة، وهو عايزك تروح عشان تستلمها. البوليس قال استلم الفلوس؟ أيوة. طب الحمد لله، هروح بقى للبوليس. عادل هتروح كده؟ لا، لازم أفك الإحرام الأول وبعدين أروح للبوليس. ايه يا عم في ايه؟ عمال بتحدف عليا ورق ليه؟ في ايه؟ لا مؤاخذة يا استاذ، ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مرة ما خدتش بالك، تاني مرة كمان ما خدتش بالك يعني؟ يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ ايه اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي؟ وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك ايه؟ حصل خير يا بهوات. ايه ده؟ مش ممكن الاستاذ عادل مراكبي شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب؟ اكيد حضرتك بقى راكب المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده. ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد، بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا، مع السلام. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال. تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بايه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده، انا متواضع يعني، ما بحبش الشهره والدوشه، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجم عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج؟ تقفش؟ الله على الجمله، الله على الجمله. حضرتك ليه حارمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو لاقي حل مع شركات الانتاج، مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني، لو المشكله مع شركات الانتاج، ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره، ازاي ما خطرتش على بالي. بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتامنه على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكله، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمه دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل، شخص ذكي وعنده خلفيه شعريه تسمح له ان يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا ابني ركز بقى، ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز. دول ما صعب قوي عليا دول، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين. انت دلوقتي عاملينك محامي، ماشي؟ هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ماشي، كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي، ما ينفعش طبعا، دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه، ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مرة بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت أول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة؟ ما ينفعش طبعا دي سرقة، سهلة أوي، ده المحامي ده سهل أوي. ها؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ مراكبي. تفضل تفضل حضرتك. أقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ أنت ده أصل هو دايما عارف حضرتك يعني برغم إنه محامي بس بيحب الهزار يعني. أنا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. أهو شوف. مش عايزين نضيع وقت خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقة. ايه اللي سرقة؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني هو بيحب الهزار. يوم كده عشان ما يقول العرض بتاعه. انه عرض مش ما خبيش عليك يا استاذ عادل انا باخد من شركة الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنة حضرتك؟ لا في القصيدة الواحدة. وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كم دي يا دولة؟ 5% يعني 10% يعني 2000 جنيه 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه موافقين طبعا موافقين. لا معلش حضرتك لا مش موافقين ولا حاجة يعني. أمال عايز كام يا أستاذ عادل؟ حضرتك يعني ما تنساش إن أنا صاحب الفكرة يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش أقل من 50%. لا يا دولة لا ده كتير قوي يا دولة ده. بيتك انت معايا ولا معايا يا معاك يا دولة طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40 15 35 25 موافق. لا دي سرقة. هذه القصيدة يا استاذ عادل. انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكرة. يناسبك ولا لا؟ بعد بكرة لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 انا مش معاكي خالص يا رانيا. وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش انك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيأل يعني. طب هنحط بدلها ايه عادل دي؟ يعني نحط اي كلمة تانية على الوزن بتاعها. طب هي تيجي كم كيلو؟ كم كيلو؟ يا ماما هعلم فيك الامتى. الشعر مش بالكيلو الشعر بالمتر. عادل لقيتها لقيتها. مكفهرا نفس وزن مشرئبا. مش عارف. لا 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 صعبه قوي يا رانيا. مكفهرا دي قصيده حب. هيقول مكفهرا في قصيده حب؟ لا 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 بابا بابا هي مش مشرئبا دي يعني نازل يشرب. اهو كده ليها معنى. صدقي بجد بقى عندك حق. نازل يشرب والله مش بعيد. استني كده. وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 برافو عليك يا ياسمين. يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما. اللي بعمله ده بعمله لمصلحته اصلا. واحنا اصلا كعينة صغيرة من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. انا بقى اعتقد يا عادل ان الشاعر ده مش هيتعامل معك خالص. لا معلش يا حماتي بقى ما يقدرش. اصل عادل ابني ماسكه من ايده اللي بتوجعه. لا يا ماما انا مش شرير للدرجات دي يعني. لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركة الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادل ابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمه يا بابا يعني حضرتك هتعمل ايه. يا عيني انت صغيره مش فاهمه. تعالي يا ياسمين تعالي. انت طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي. انا احاول ابسطهولي. بصي يا حبيبتي انا بالنسبه للشعر ده هخرجه من القوقعه اللي هو متقوقع بداخلها. ها فهمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ يا ريس مراكبي. انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف يا نهار اسود. انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لونا بس ان انا اتشغلت باكل العيش كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك ويمكن كمان اطول من كتفك لان انا طولي 182 سنتي ونص. ماشي يا عم الفنان وانا بقول لك متشكر قوي. مش عايز حد يغير في شعري. هي عافيه شعري ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم يعني انت سايب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرئبا دي. انا حر يا اخي. انت هتعلمني؟ فوق لنفسك. لا بقى انت اللي تفوق لنفسك. لا اما الكلمه دي تتغير لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد. انا بهددك. انا بلطجي يا سيدي. انا بلطجي. هدد في اللي يخصك. انت مجرد وسيط سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي.
اللي بتعمله ده ملوش علاقة بالأدب. قصدك إيه؟ قصدك إن أنا قليل الأدب؟ حلوة قوي كده، العلاقة اللي بيني وبينك يا أستاذ انتهت، وبقى أشوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا أستاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم. يا أستاذ عادل، يا أستاذ عادل، أنا ببيتك يا بابا. خلاص بقى، خلاص بقى يا عادل، المسامح كريم، اصفح عنه يا بيبي. يا جماعة انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه، اصلكوا يعني ده ايه؟ بهدلني بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من عملات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص، المسامح كريم. طب ومش راقبا يا بابا؟ بصوا يا جماعة، انا دايما بشبه القصيدة اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. اه على كده حضرتك بتكتب القصيدة في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد. وبعد الظروف الاخرانية دي الولادة ما بقتش طبيعية. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حتة، عشان كده طلبت خدمات الأستاذ عادل. آه ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني. اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظة التاريخية لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضو بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روح افتح الباب يا ياسمين. دول حبيبي ياسمين. يا حبيبتي خدي، جبت لك لبانه. خدي يا جماعه، النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولر ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا فكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب. استعد او جاي اهو. طب استخبى استخبى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم، استاذ سعدان اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي، كل اللي كلموني عنك شكروا لي في شعرك وفنك. ربنا يخليك. والله دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي. يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب حاسب. ايه ده، ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. بص حضرتك اتفضل، انا اوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل براسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام، وبتكتب شعر فصحى كمان؟ ده ايه ده، ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقه الجميله دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقه دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. ايوه بس انا ملاحظ ان اسلوبك قريب من اسلوب واحد انا عارفه. لا ده اكيد يعني تشابه قصايد يخلق من القصايد 40. ما علينا، هتاخد كام بقى في القصيده دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام. والله عشان انا حغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصايد للبيع، واتكل على الله. الله الله، بس اهدى يا استاذ، اهدى اهدى، هات القصيده، اصله بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشربه، نازل يشربه. عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش رائبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. اشوف لو اني انا ما فهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشربه. المهم انت ادرى بالحكايه دي. فعلا على راي حضرتك، ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه، وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وحديك في القصيده دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجه كويسه، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مره يعني. ادي يا سيدي شيك ب 20,000 جنيه، اهم حاجه يكون ليه رصيد حضرتك.
اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله يا؟ المشكله حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكله، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له. يعني كلام ملعبك ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. اه يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الاستاذ اسلام خليل اول عازف أورج في البلد كلها. اما سمع وقرى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. اهلا وسهلا. اهلا بيك، وقلت فرصه بالمره، عايزين نغير كام كلمه كده في القصيده، عايزين يتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. ايه ده ما عرفتناش بالاستاذ؟ الاستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. ايه لبيس؟ انا عارف ان شغلانه الشعر بتاعتكم دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا استاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجوده. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيده. بالنسبه للبيت اللي بيقول رأيت الشوكة طريقي، تقيلة شوية في اللحن. رأيت الشوك طريقي. نخليها رأيت الحلم حقيقي، سمعتني يا رمزي؟ سمعك سمعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. أيوة السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف سهلة ايه. والله حاجة جميلة يا أستاذ. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في أربع بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف أمام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين. نخليها تكسر القوانين. ان شاء الله نخليها تغسل المواعين. ايه ايه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفه، صابون غسيل وليه في شغلانه. لا تغسل مواعين ايه؟ مش معقوله يكون في شعر في تغسل يا املي؟ قالت قبل كده متقالت. تعال انت اقعد هنا. افهم بقى غيرتوا اماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. انا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلو حلو. يتعب المصاريف ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. يتعب المصاريف ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله نفس البلالين. ترارن ترارن ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله خسس ده البلالين. ازيك يا مراكب عامل ايه؟ بقولك ايه، احنا الاتفاق اللي بينا لازم يتغير، لان انا كنت فاكر الحكايه سلم واستلم، يعني طلع بقى ان انا لازم اقابل مطربين ولازم اغير الكلمه دي واحط الكلمه دي، يعني مش معقوله مش الدرجه دي. انت ايه ما بتردش عليا ليه؟ عايزني ارد اقول ايه؟ قول لي يعني هعمل ايه؟ احنا الاتفاق بجد بقى صعب دلوقتي، انا تعبت جدا، تعبت تعبت يعني. ماشي يا عم ربنا معاك. بص هو وضع طبيعي بالنسبه للناس اللي زيي يعني. الناس اللي زيك؟ ايوه ايه للناس اللي زيي وبتقولها بسخريه كده. طبعا الناس اللي زيي كشاعر يعني وضع طبيعي ان انا اقابل ملحنين واقابل مطربين واقعد اظبط كلمات وكده، بس مش الدرجه دي. تعبت تعبت. عايز تفهمني انك شاعر وبتعرف تالف وتصلح كمان؟ انت ما سمعتش على اسمي ولا ايه؟ انا اسمي مالي السوق، مغرق السوق. يا راجل ده احنا دافينه سوا. يا مراكبي لهجتك مالها النهارده متغيره كده؟ لا مفيش، انا بس كنت بفكر اغير الاتفاق اللي بيننا. تغير الاتفاق؟ طب بص.
يعني أنا النهاردة بجد كنت ناوي يعني إن أنا أزود العمولة بتاعتي، بدل ما هتبقى 25 هتبقى زيادة، أنا أخليها زي ما هي يا سيدي. متردش ليه؟ طيب بص، هخلي بدل 25% أخليها 20%، إيه رأيك؟ ما بتردش برضه. طيب يعني أنا مش عارف أعمل لك إيه، العشرين في المية دي يعني أكتر حاجة أقدر أنزل بيها، أنت عايزني أنزل عن كده ولا إيه؟ بص حضرتك، مراعاة لظروفك يعني يا سيدي، ولو أنت متضايق من إن أنا كل شوية كنت بغير في الكلام بتاعك وأقعد أشيل حاجات زي مش رائباً وغيرها، عشان إيه؟ هي بس عشان هي حاجات ركيكة ملهاش أي معنى، يعني بحاول أصلح لك قصايدك، لكن مدام مش عايز هسيب لك قصايدك زي ما هي يا سيدي. بقول لك ايه، انت تنسى موضوع التعامل معايا خالص. طب حضرتك مراعاة لظروفك يعني انا العمولة بتاعتي اللي هاخدها 10%، ايه رأيك؟ ولا ايه؟ طب بص، فاكرة ما قلتلي في البازار لما جيتلي يعني لغاية عندي وقلتلي ايه رأيك في 5% وانا كنت رافض؟ بص المفاجأة اللي جاية، هاخد 5%. انت ايه ما بتردش ليه؟ ده كفاية قوي يا أستاذ مراكبي إن حضرتك يعني بحط اسمي على الكلام بتاعك الركيك ده. قصدك كلامي اللي عمل لك اسم في السوق؟ وبعدين لو الموضوع مضايقك قوي كده بلاش منه خالص. لا بلاش منه إيه يا راجل، أنت دايما بتحب الهزار كده يا أستاذ مراكبي، يا شاعر يا فنان يا كبير. هات الأغنية، هات الأغنية عشان أصلح أخطائها الإملائية. هات. مفيش أغنية. إيه أنت اعتزلت ولا إيه؟ لا شفت واحد غيرك، التعامل معاه مريح وبياخد 100 جنيه بس على الحتة. ده مين الأهبل اللي وافق على اتفاق زي ده؟ اسمع بقى دي كمان يا أستاذ. قول يا سيدي سمعني. حبك يا حبيبي بوظ لي معدتي ونغص عليا دنيتي وخلاني أمشي وأنا بقول يا دهوتي يا دهوتي. إيه رأي حضرتك؟ مش بطال كبداية. يعني هنفع يا أستاذ؟ يجي منك. ايه ده، ايه اللي ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ دول حبيبي الاستاذ كتر الف خير وقال له انه هيكتشفني. يكتشفك؟ الاستاذ اللي بيوعد وما يوفيش مش كده؟ لا يا دولة، ده طيب قوي، اداني امبارح 100 جنيه وخلاني اكتب اسمي على الكلام بتاعه. 100 جنيه وخلاك تكتب اسمك؟ يعني هو ده الوصيه، رمزي اللي ما يعرفش الالف من كوز الذره؟ لو سمحت يا استاذ عادل، انا الاستاذ رمزي وبعدين انا شاعر كبير. أستاذ رمزي وشاعر، شاعر ب100 جنيه؟ لا بمجهودي. مجهود ماشي، أنا حسابي معاك بعدين لما أخلص حسابي وحسابي الأدبي مع الأستاذ مراكبي. السلام عليكم. أستاذ مراكبي، أنا سألت عليك في القهوة اللي هنا، قالوا لي إنك بتقعد في البازار اللي هنا. الله، إيه ده؟ الأستاذ عادل، ده الشعرة كلهم هنا. أيوة إحنا كلنا هنا. أستاذ مراكبي أنا جاي أعتذر لك وأقول لك يا ريت ترجع تشتغل معانا، أصل بصراحة وحشنا الشغل معاك. هتوافقوا على شروطي؟ كل اللي أنت هتقول عليه هيتنفذ. حس كده، يلا بينا. بينا أنا هنا. يلا. طب ومستقبلي؟ يا خسارة يا خسارة يا دولة، ده أنا كان بيني وبين المجد خطوة واحدة. عايز توصل للمجد يا رمزي؟ يا دولة. يا سلام حبيبي يا رمزي، ده أنت ابن عمي، أنا اللي هوصلك للمجد. إيه ده يا دولة؟ إزاي يا دولة؟ تعالالي.